ارحب ايضا بيك يا احمد، ويعني النهارده احصاءات وارقام كثيره جدا. الحمد لله. في البدايه طبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني فعلا النادي الاهلي امبراطوريه لا تغيب عنها شمس البطولات. يعني النادي الاهلي يعتبر دلوقتي في البدايه كده هو اول فريق عربي وافريقي بيحقق البرونزيه مرتين، يعني اول فريق عربي وافريقي يوصل لمنصات التتويج مرتين. طبعا المره الاولى كانت مع حضرتك سنه 2006، والمره الثانيه العام دوت. النادي الاهلي طبعا اكتر فرق العالم ظهورا في المونديال معادلا لرقم دلوقتي هتكلمنا على ارقام عامه فيما ارقام يخص عامه. النادي الاهلي، طبعا عندنا شويه وقت كتير النهارده، ولكن نخش يعني على اهم طول. حاجه برضو الناس تعرف الارقام وقد ايه ان في ارقام قياسيه كبيره جدا عملها النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو اكتر فرق العالم ظهورا في المونديال معادلا رقم اوكلاند سيتي ب 15 مشاركه. الحمد لله برضو ده اكتر النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تسجيلا للاهداف في المونديال، وصل ل 12 هدف. الحمد لله النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تاهل لنص نهائي المونديال 3 مرات في نص النهائي من اصل 6 مشاركات. الحمد لله النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي تحقيقا للفوز بالمونديال 5 انتصارات، والثالث على البطوله 5 انتصارات. الاول ريال مدريد للفوز في المونديال. في المونديال، الفوز بالمباريات في المونديال ايوه 5 انتصارات. عارف كلامنا ماشي، اتفضل. 5 انتصارات، ريال مدريد 10 انتصارات، وبرشلونه الثاني 7 انتصارات. الحمد لله النادي الاهلي عنده اكتر 3 لعيبه مشاركه في المونديال، وائل جمعه، ابو تريكه، حسام عاشور. برضو الحمد لله النادي الاهلي اكتر فريق عربي وافريقي شارك في مونديال الانديه 6 مرات، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020. الحمد لله النادي الاهلي عنده اول حارس عربي ينجح في الخروج بشباك نظيفه في مباراتين خلال نسخه واحده، محمد الشناوي في النسخه دي خرج ب2 كلين شيت. الحمد لله. الحمد أقول لله. الحمد لله وانت كمان. الحمد لله. اتفضل. افضل تمثيل افريقي خلال اخر 5 سنين في كاس العالم. الناس اللي بتقلل من الانجاز، تعال نشوف اخر 5 سنين في كاس العالم للانديه بالنسبه لقاره افريقيا. يعني 2016 سان داونز حقق المركز السادس، 2017 الوداد المغربي مركز سادس، 2018 الترجي مركز خامس، 2019 الترجي مركز خامس برضو، 2020 النادي الاهلي المركز الثالث. فكلها طبعا بالتاكيد ارقام عامه قياسيه، ارقام عامه وهامه جدا وقياسيه للنادي الاهلي. هي توثيق للحدث وتوثيق للمونديال وتوثيق، ويعني الحمد لله زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي هو امبراطوريه كرويه لا تغيب عنها شمس البطولات.